السحور هنا وضع مختلف تماما، وضع مختلف لان هو طعم ممتاز ولوكيشن تحفه. زي ما احنا شايفين هنا احنا عندنا كورنيش زايد زيه زي المقطم بالظبط على اعلى حته في زايد، انت قاعد تتفرج على احلى لوكيشن، شايف 6 اكتوبر كلها وجو حلو قوي، جو رمضاني. نبص كده عندنا كورنيش زايد، نيجي كده عند ال نبص كده اضطريت ان انا ابعد عشان المكان زحمه جدا ودوشه، ما عرفتش ان انا اتكلم. الاكل بصراحه تحفه خرافه، الطعميه والله العظيم الطعميه من احلى واطعم الطعميه اللي انا اكلتها في حياتي، فول جبنه نظيفه جدا جدا، الاكل كله نظيف قوي قوي قوي. اللي ما راحش يجرب يروح، وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم جميعا. سلام عليكم.